وما حكم الإسلام في بعض الشباب أو الفتيات الذين يضربون أو اللاتي يضربن عن الزواج مع الاستطاعة المادية والجسدية؟ الزواج في أصله سنة الحياة من أجل بقاء النوع الإنساني، وسنة الأديان التي تنزلت على الرسل. قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال فيما رواه الترمذي: أربع من سنن المرسلين: الحناء والتعطر والسواك والنكاح. وفيما رواه الطبراني والحاكم وصححه: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي. وقد أمر الإسلام بالزواج من استطاعه، أما غير المستطيع فلا حرج عليه، بل يشغل نفسه بعبادة أخرى حتى لا يقع في مكروه. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فما دام الإنسان غير مستطيع فلا ذنب عليه، أما إذا استطاع ولم يتزوج فإن خاف على نفسه الزنا وجب عليه أن يتزوج، وإن لم يخف كان الزواج بالنسبة له سنة يثاب عليه ولا يعاقب على تركه. يقول النووي في المفاضلة بين الزواج وتركه، يقول: إن الناس فيه أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب النكاح، وقسم لا تتوق نفسه ولا يجد المؤن فيكره له النكاح، وقسم تتوق نفسه ولا يجد المؤن فيكره له، وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان، وقسم يجد المؤن ولا تتوق. فمذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضل، ولا يقال النكاح مكروه بل تركه أفضل. ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له في هذه الحالة أفضل، والله أعلم.